السلام عليكم متتبعين ديالنا الاعزاز، مره اخرى معنا ان شاء الله غنساليكم واحد المساليه زوينه. اليوم نهار كامل في الزنقه ان شاء الله. ها انتم معنا ان شاء الله، احنا مع السي يونس الشوفير ديالنا هذه سارينا ان شاء الله. المهم حبابي حباباتي المتتبعين الكرام الاعزاز ديالنا، ها انتم معنا ان شاء الله غادي نساليكم مره اخرى ان شاء الله. ما تمشيو فين
اذا المتتبعين والمتتبعات ديالنا الاعزاء، كما كتشوفوا ظلم الحال، حنا راجعين فحالنا كنشوفوا الطوموبيله فين باركيناها. بنتي صغيره كتصور فينا، مره اخرى نصوروها حنايا. المهم مره اخرى ان شاء الله نساريكم معنا بالما مايوركا. مع السلامه.